ترى عادي والله تحس انك طفشان وقرفان والدنيا هذه كلها ما توسع I'm very sensitive. A sharp word said by a person say who has a timber. If they're close to me hurts me for days. اتذكر مره خرجت اتقهوى في مكان وكان ضايق خلقي شويه الشاهد شافني واحد وجاء جلس بجنبي وجلس يشرح لي الوقت كله ان الحياه ما تسوى وان هذا الطفش راح يكون تاثيره سلبي عليك بس ما اتذكر اني طفشت زهقت مليت من حاجه وسويت حاجه صارت سلبيه علي يشيع ان الناس ينظرون الى المتشائم الملول الطفشان بنظره التصغير دائما في جميع التعاليم المعروفه لكن في الواقع أن لنظرة هؤلاء الناس بعدًا آخر، فمعروف في علم النفس أن الحياة مليئة بالمعاناة واليأس والملل والطفش، وأن ما يجعلك تسخط وتغضب وتستاء ليس واقعك بل آمالك الكبيرة. وكأن الملل والطفش والتشاؤم نزهة لرؤية الحياة المشرقة، فالحياة قلق يتبعه قلق، لأن أغلب الناس ينظر إلى الكأس الفارغ قبل الممتلئ، فطبائع الناس ميالة إلى رؤية الفراغ، وومضات الأمل والتفاؤل في حياة الإنسان تتلاشى مع واقع حياته، وانتشرت حتى بعض الأمثال بهذا ما يقولون شر البلية ما يضحك أي لم يضحك الإنسان من حزنه وألمي وطفشه ومللي وفي الادب نماذج كثيره جدا صورت الحياه المتشائمه للانسان حتى انهم جعلوا الضحك بابا من ابواب التشاؤم عن الحياه فالانسان كائن رقيق في النهايه مهما بلغ من القوه والجبروت يبقى ريشه في مهب الريح وهذه الفكره طالما كانت فكره جذابه في المسارح الاغريقيه التي جسدت قوه الانسان في وقت من الاوقات وسرعان ما بطشت به في مواجهه الاقدار ان ملل الانسان وتشاؤمه عده له في مواجهه حياته لانه لا يستطيع ان يهرب من ملله ولا يستطيع ان يبقى على حال واحده بل لو نظرت الى القاده العظام والادباء الكبار لوجدت ان الحياه عندهم ليست ورديه وليست متشائمه جدا بل قائمه على الواقع والوقائع فكل سعاده في الحياه لها طبع محايد وهذا سبب ان السعاده لا يمكن ان يكون لها طبع واحد فكان مثلا ترويض النفس من الوسائل اللي يحاولوا يعالجوا فيها مراره ايامهم تلقاهم مثلا يؤمنوا بفكره ان السعاده عارض لكن الشقاء دائم يعني كانهم يقولوا اذا حسيت ان الواقع ما تاقلم معك تاقلم انت معه وبهذا جاءوا بفكره ان الواقع يصدر... يصطدم برغبات الإنسان وأنه ليس صديقا له وأكثر شيء يدعم مثل هذه النظرة هي ما عرف عن أدباء القرن السادس عشر في كتاباتهم أن كل شيء في الحياة يتحلل ويندثر ويتشتت لأن هذا هو جوهر وجود الإنسان ومتى يستطيع الإنسان يتغلب على هذا بخداع نفسه للهروب منها ولعلنا اليوم نرى كيف أن هذه الصورة أصبحت سمة أساسية لأغلب أعمال للحياة الفنية المعاصرة التي أصبحت متداخلة بتجارب أيامنا، بمعنى أننا نستعمل مثل هذه التعبيرات للتغلب على إحباطاتنا ومآسينا وأحزاننا. فترى اليوم مثلاً أن الناس يعبروا عن إحباطهم بأن الحياة كلها لا جدوى منها، ويسخروا منها إذا فقط لم يستطيعوا تحقيق أمر من الأمور. فالحياه عندهم متشكلة في هذه اللحظة، وهذا التشاؤم والتسخط هو نوع من الحزن المبالغ الذي يعالج به واقعهم من غير احساسهم به. وبكذا يصير كل شيء في اعينهم له قيمة واحدة، أو ممكن ما له أي قيمة حتى، وفي هذه اللحظة يكون فيها لهم كالملجأ يختبئوا فيه. وكثير من الفنانين ابتدعوا كثير من فنونهم وأعمالهم من ملاجئ السخط هذه، وأصبحت هذه عتبة لظهور بعض الأعمال التي تربط الحابل بالنابل، الضياع بالإيمان، التشاؤم بالتفاؤل، الاستسلام بالصمود، التخاذل بالإرادة، والسعادة بالحزن. ومثل هذه المشاعر هي مظهر من مظاهر الحياه العاديه والطبيعيه جدا عند الناس فهي لا تدل الا على ان حياه الناس متقلبه وفيها من الحزن كما فيها من الفرح وفيها من التفاؤل كما فيها من التشاؤم ولعل افضل شيء نطمئن به النفس ونقر به الحال ان نفطن الى ان تقلبات الايام ليست عابره بل حاجه من الحاجات في تكوين الانسان وجبلته وسليقته بل قد تكون اهم ما في حياته وواقعه فالياس قد يتحول في بعض الاحيان الى جراه ولاده بامور لا ياتي بها سواه وثوره الابداع والفنون دليل واضح على هذا فهي نظرة تبصر الإنسان بواقع حياته، وتجعله يطمئن أن كل شيء في الحياة قد يكون مولودا من هذه النظرة المتشائمة والسوداوية، وأن الحياة الحالمة ليست حياة الناس الطبيعية والعادية، وقد تسره بهذا المصائب ويفرح بما لديه حينئذ. فإذا حسيت في يوم من الأيام إنك حي بس كأنك ميت، أو ميت بس كأنك حي، صاحي بس تحس إنك نايم. او نايم بس تحس انك صاحي تحس كذا ان ما ودك تحس في اي حاجه فمرحبا بك في حياه الناس